أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك فينا الخيرات وترك المنكرات، فاهدني لصالح الأعمال والأحلاق، إنه لا يهدي لصالح إليها ولا يصرف عن سيئة إلا أنت. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حللا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Demikianlah contoh doa ketika kita habis sholat, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah, bisa dibaca yang ini atau ditambah dengan doa selamat atau dengan doa-doa yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh doa yang paling pendek dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.